عزمي بيك عزمي بيك. أمور مختار. بدي أقول لك شغلة. الحرمة صاحبة البيت إجت لعندي وحكت معي وفهمت منها إنه بدها تنهي البيعة بينك وبينها. هالحكي ما بيجوز يا أبو حكمات. الرجال هو اللي عرفنا عليها وفرجانا البيت، ما بيسوى اللف من وراه. وأنا قلت لها نفس الحكي، بس هي قالت لي ما راح تاكل حقه عليه. لكان شو بدها؟ والله ما بعرف، بس فهمت منها إنها مو مرتاحة لأبو رؤوف. إيه أختي، شو لازمك؟ أنا جوزي أعطاك عمره من 6 شهور. الله يرحمه ويجعلها خاتمة الأحزان. الحمد لله على كل حال. وعندي بنت وصبي البركة، الله يخلي لك اللي عندك. يخلي لك ياهم وتفرحي فيهم، بس ما قلتي لي شو لازمك. أنا صحيح مو من حارتكم، بس بسمع عنك من الدراويش، والدراويش بيحكوا لبعضهم. الله يديمك لهالناس ويتمم عليك. هذا واجبنا أختي. قد ايه بدك؟ لا عزمي بهيك أنا ما بدي منك مصاري. لكان شو بدك؟ أنا بدي إياك أنت.